السلام عليكم. الإمامة من أساسها فكرة انقسامية يعتنقها من القديم شطر من الشعب، أما الأغلبية فإنهم جميعا لا يدينون بها ولا يرون لها حقا في السيطرة عليهم. هذه الإمامة لا تقف عند حدود سلطانها السياسي، بل تفرض على جزء من الشعب معتقدات وطقوسا وأحكاما لا تتفق مع هويته. هذه المضامين والأفكار كان يتحدث عنها أول وزير للتعليم في العهد الجمهوري الشهيد الزبيري. المشاريع الانقسامية ذاتها والتي كافح من أجل إسقاطها عادت بكامل حذافيرها لتستهدف المؤسسات التعليمية في مرحلة يصفها متابعون أنها مرحلة ضرب عظام الهوية اليمنية من خلال الضرب التعليم. طباعة مناهج للجماعة الحوثية تلحق الأذى بالهوية الوطنية جاء هذه المرة بتمويل اليونيسف التي مولت طباعة 1000 طن من المناهج التي تكرس الانقسامات ما قبل الوطنية. مخاطر ترجيف الهوية الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لا تلقي بظلالها إلى اللحظة اليمنية الراهنة، لكنه يتجاوز المستقبل بالنسبة للأجيال الذين قد يتعرضون لتلك الأفكار السوداء التي من بين مخرجاتها مستقبل مسدود الأفق والتعايش. هل تعمدت اليونيسف تعميق الانقسام اليمني بتمويلها لتلك المطبوعات التي حولت الانقسام السياسي إلى انقسام خطير يهدد الهوية الجامعة؟ وأين دور المجتمع اليمني ومجلس الآباء تحديدا إزاء هذا المسلك الذي يهدد مستقبل أبنائهم؟ وهل ستكتفي الحكومة الشرعية بتقديم الاحتجاج لليونيسف أم أنها ستتخذ تدابير لازمة لحماية الأجيال؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هنا في الفصل الثاني بدأوا بتحريف كثير من الكتب بشكل مذهبي وعقائدي خطير. طباعة مناهج تعليمية تلحق الأذى بالهوية اليمنية والتعليم الوطني. هذا جديد المسلك الانقلابي الميليشاوي، لكنه هذه المرة مسنود بتمويل من اليونيسف التي دعمت ب1000 طن من الورق لطباعة منهج أقل ما يمكن وصفه بالكارثي. مخاطر تجريف الهوية الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وصلت مرحلة الضرب على العظام من خلال استهداف التعليم الحامل الجمعي للهوية. الكتب المدرسية حصل فيها نوع من التغيير والتحريف من قبل الجماعة الانقلابية، وهذا التغيير بعد دراسة وتشكيل لجنة خاصة سميت لجنة الطوارئ. قامت هذه اللجنة بتفحص كل الكتب اللي تم فيها تغيير بعض المصطلحات وعناوين وبعض الإجراءات اللي لها جانب طائفي وأثر على طلابنا في المدارس وله توجه مستقبلي خطير. الخطر يهدد أجيال المستقبل الذين يتشربون الأفكار السوداء المغروسة في أحشاء المناهج التي من المفترض أن تحوي مضامين للنور لا مضامين تعكس ظلام حقبة الإمامة. الأضرار التي ألحقها الانقلاب بحق الناشئين في المجتمع تجاوزت الزج ببعضهم في جبهات القتال إلى تسميم أفكارهم في المدارس. وهذا يعني أن الجيل القادم سيدفع ثمن المأساة لسنوات قادمة. وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس كشف من جهته عن رفض منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تمويل طباعة الكتب المدرسية في عدن والمكلا، بينما مولت طباعة 1000 طن من الكتب الطائفية في صنعاء. اتفاق الحكومة مع اليونيسف نص على طباعة الكتب دون تعديل، غير أن الميليشيات قامت بإجراء تعديل على كتب صفوف 3 والـ4 والـ5 ونشر مضامين انقسامية طائفية تمس صميم الهوية اليمنية. صرفت مبالغ كبيرة على هذه الكتب، لم تستفد منها المحافظات ولم تستفد أيضا منها المنظمات، هباء منثورا. استدعاء اليونيسف والاحتجاج على تمويلها للأعمال الطائفية تم من قبل الحكومة كما أفادت المصادر الرسمية، غير أنه لا إشارة تذكر للإيضاحات التي توصلت بها الحكومة من قبل اليونيسف. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو أدانت تمويل يونيسف للمتمردين الحوثيين ب1000 طن من الورق لطباعة مناهج دراسية تحمل توجهات الجماعة الطائفية وتوزيعها في المحافظات التي تسيطر عليها. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشات هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور توفيق الجبري الباحث التربوي عبر الهاتف من الخرطوم، وسينضم معه آخرون أيضا عبر الهاتف. مساء الخير دكتور توفيق.
يا مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك معنا أستاذ دكتور توفيق. مناهج للجماعة الحوثية تهدد الهوية الوطنية أيضا، دعنا نتحدث بشكل عام عن مخاطر تعليم غير وطني يقدم للطلاب في سن معينة. بداية معروف أن الحوثيين يعرفون تمام المعرفة أنهم لن يستطيعوا طمس الهوية اليمنية وترسيخ الولاء لهم وغرس مفاهيم العبودية التي يريدون أن يكون الشعب اليمني تابعا لهم إلا باستهداف الإنسان اليمني. ومعنى استهداف الإنسان اليمني أي استهداف الهوية اليمنية، واستهداف الهوية اليمنية يكون بعدة استهدافات. أولا الاستهداف العسكري ويتمثل في القتل والاغتيالات والاختطافات والتعذيب والقتل داخل السجون، ويسعون إلى أن يكون الإنسان اليمني غير مستقر من خلال تدمير وتفجير بيوتهم وملاحقة وتشريد من تبقى من اليمنيين. الاستهداف الآخر وهو الاستهداف الفكري، ويتمثل في تغيير المناهج التعليمية وتغيير واستبدال الكادر التربوي بأناس من الجماعة ليس لهم أي صلة بالتربية والتعليم أو حتى بمبدأ الكفاءة والنزاهة والتخصص. أيضا من ضمن الاستهداف الفكري التضييق على المعلمين من خلال الاختطاف، الملاحقة، قطع الراتب، التهديد للمعلمين. أيضا من ضمن الاستهداف الفكري الذي يشكل خطر على الهوية اليمنية ويعتبر استهدافا للهوية اليمنية وهو ابتعاث أبنائهم إلى إيران لدراسة منهج الولي الفقيه، وابتعاث أبنائهم إلى دول أوروبا وأمريكا وإلى كثير من بلدان العالم، بينما في المقابل يزج أبناء اليمنيين إلى الجبهات ليعودوا إما موتى أو معوقين. هذه هي أهم الأشياء التي يقوم بها الحوثي من أجل استهداف الهوية اليمنية. نعم دكتور توفيق، يعني لو تحدثنا يعني عن جزئية المناهج، كيف يمكن أن تؤثر أو يؤثر تكريس أفكار الجماعة يعني الجماعة بعينها داخل منهج عام لكل أبناء الشعب؟ أكيد هناك يعني آثار يؤثرون على الجيل القادم. قد يقول القائل لم يغيروا شيئا في مناهج الثانوية أو مناهج الإعدادية أو الجامعية وغيرها، لا، هم يستهدفون الصفوف الأولى، وذلك من خلال طمس الهوية اليمنية والثقافة الدينية والمجتمعية للشعب خاصة في أوساط الجيل الناشئ. ومن ضمن الأشياء التي يعملوها من أجل أن ينشأ جيلا مواليا لهذه الجماعة الإرهابية، ومن أجل أن يكون الجيل القادم لا يؤمن بالولاء المطلق للأرض أو لرموزنا الوطنية، لكن لا يعرفون إلا السيد وغيره، من خلال ماذا؟ من خلال طمس ثورة 26 سبتمبر 62، والتي يعتبرها الحوثيين انقلابا على حكم الأئمة، حيث تعمدوا محو كل ما يشير إلى هذه الثورة. نعم. بينما جرى أيضا تغيير مفهوم الإمامة ليصبح مفهوما إيجابيا يمجد حكم الأئمة الكهنوتي. فما يقوم به الحوثي هو تغيير للأفكار، تغيير للهوية، طمس للهوية. يسعى أيضا الحوثي إلى بل وصلوا من قبل أختي الكريمة إلى تزوير التاريخ اليمني، ويسعى الحوثيون اليوم إلى صياغة التاريخ اليمني بما يناسبهم. نعم. ويحاولون غرس في نفوس الأطفال، أطفال الصفوف الأولى، يغرسون في نفوسهم أن اليمن ما هي إلا ملك حصري لمجموعة من الأئمة الهاشميين. حتى المخطوطات أختي الكريمة لم تسلم من سرقتها. أيضا حذف القيم الوطنية، الطالب الذي يتعود من الصف الأول الابتدائي على ترديد النشيد الوطني وعلى رفع علم الجمهورية وعلى غرس مبادئ أهداف ثورة 26 و14 أكتوبر، هنا يتم حذف القيم الوطنية لدى الطلاب واستبدالها
بالصرخة واستبدال العلم الجمهورية بعلم الحوثيين. هذه أشياء أيضا يسعون من ضمن الأشياء إلى من خلال الإعلام، من خلال تغيير مناهج التربية، من خلال أشياء كثيرة إلى تشويه أعلام اليمن. أمثال العلامة نشوال بن سعيد الحميري، الإمام الشوكاني، الصنعاني، القردعي، الزبيري. كيف أستاذ؟ أين دكتور يعني أين تم تشويههم؟ يسعون إلى تغيير الأفكار، ولا يمكن أن يكون تغيير الأفكار إلا بتغيير مناهج التربية. نعم، إذن يعني هل أمام حديثك هذا هل يعني نستطيع القول أننا أمام حالة تجريف قاسية للتعليم من خلال يعني أو في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون؟ أيوة نعم هناك تجريف بشكل كبير للهوية اليمنية من خلال المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، وذلك من خلال ماذا؟ المناهج الجديدة التي تخدم أجندتهم الطائفية. ولنا في صعدة خير دليل من بعد 2000 بعد الحروب الستة التي كانت في صعدة، تمام، وأصبحت صعدة دولة داخل الدولة. تم تغيير مناهج التربية والتعليم واستبدالها بملازم حسين الحوثي وبملازم الولي الفقيه وبملازم حزب الله والجماعات المتطرفة التي لا تجد خطرها عن داعش وغيرها. صارت المدارس الواجعة تحت سيطرتهم معسكرات لإعداد الأطفال المقاتلين سعيا لإنتاج ميليشيات حشد شعبي في اليمن مثلما نراه اليوم في سوريا وفي العراق وغيرها، بينما أولادهم في دول أوروبية في ألمانيا في أمريكا يدرسون في أفخر الجامعات على حساب الدولة، لكن أبناء القبائل يزج بهم في المعارك من أجل كما ذكرنا سابقا أن يعودوا إما موتى أو يعودوا معوقين. وهكذا تعمل الجماعة الحوثية الإرهابية إلى تجريف المناهج وإلى طمس الهوية اليمنية التي لا بد على اليمنيين أن يتنبهوا لها ولخطورتها. نعم، ماذا عن تمويل اليونيسف لطباعة تلك المناهج؟ يعني كما استمعنا للتقرير رفضت اليونيسف طباعة هذه المناهج في عدن ومأرب والمكلا عفوا، ولكنها في المقابل طبعت مناهج محرفة بمعدل 1000 طن ورقة لميليشيا الحوثي. كيف يعني تفسر ذلك؟ أنا أعتقد أو أفسر ذلك أختي الكريمة أن استمرار هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة بدعم الميليشيات من خلال طباعة الكتاب المدرسي ما معناها؟ معناها تكريس للطائفية، معناها مخالفة صريحة للقانون الدولي وللأمم المتحدة التي تؤيد الشرعية، أيضا معناها اعتراف ضمني بالانقلاب. ويعتبر ما تقوم به هذه المنظمة من دعم للميليشيات بطبع الكتب المدرسية إهانة للشعب اليمني والتمسك بجماعة إرهابية على حساب الشعب اليمني. وما نريد أن ننوه عليه أن على الدولة واجبات تجاه منظمة اليونيسف، وهو الاحتجاج الرسمي من قبل الدولة على هذه المنظمة لدى الأمم المتحدة، ورفض وتوثيق كل من يتعاون مع هذه الميليشيات الإرهابية وتقديمها للقضاء حتى لا تسوي لهم أنفسهم بالعمل المزيد من 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 يعني من طباعة الكتب المدرسية ومن إدخالها للمدارس ومن تدريسها تحت قوة السلاح وغيره. نحذر أبناء الشعب اليمني من خطورة الأفكار الإمامية الكهنوتية، والجلوس مع الأطفال واجبنا كأبناء وواجب اليمنيين نحو أطفالهم حينما يعودون من هذه المدارس التي هي تحت سيطرة الحوثيين أن يعلموا أبنائهم وأن يراجعوا معهم الدروس وأن يصححوا لهم الأخطاء وأن يفعل طباعة الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت. نعم. وواجب على الدولة أن تحتج احتجاج رسمي لدى المنظمة ولدى هيئة الأمم المتحدة. نعم، إذن يعني هناك مخاطر مستقبلية لما حدث دكتور توفيق، حولت للأسف الشديد الانقسام السياسي إلى انقسام يهدد الهوية الجامعة من خلال تهديد التعليم. هذه المخاطر المستقبلية ماذا عنها؟ المخاطر أختي الكريمة سينشأ جيل ليس له أي ولاء وطني، سيكون الولاء الوطني البديل له هو الولاء
للولي الفقيه لإيران وحزب الله والجماعات الإرهابية التي تستخدم السلاح. سيكون هناك مفاهيم سائدة لدى أبنائنا الطلاب عن قضية الحق الإلهي في توريث الحكم، وأن الحكم لا يكون أو لا يجوز لأي يمني ولأي أي يمني أن يكون له الحق في الترشح، وأن يكون له الحق في قضية الممارسة لحقه القانوني. لا يكون ذلك أبدا، وإنما هو حصري لآل البيت وللهاشمية السياسية. يا أختي، نحن نعرف من بعد عام 62، بعد أن تقاسموا السلطة وجاءوا إلى الجمهورية برداء الجمهورية، إلى اليوم يمنع أن يكون هناك شخص يريد الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من غير الهاشميين. وظفوا أبنائهم في الخارجية وفي المالية وفي الدفاع وفي الداخلية وفي المنظمات الدولية. ما نشاهده اليوم في المنظمات الدولية من تواطؤ وتحسين صورة الانقلاب إنما هو نتاج أعمال قامت بها هذه الجماعة على مدى بعيد من عام 60 إلى اليوم. فهناك مخاطر، أهم المخاطر هو طمس هويتي كيمني، استبدال الولاء الوطني بالولاء الخارجي لإيران وحزب الله والجماعات المسلحة، استبدال هويتي اليمنية صاحب الأرض صاحب الوطن، أن يكون كل ولائي وكل مقدمات الدولة وكل ما نملك تسخير يسخر لخدمة الطائفة والجماعة والسلالة. لا يحق لي الترشح ولا يحق لي أن أكون في المناصب العليا للدولة بسبب أن هذا حصري للبطنين لمن ينتمون لهذه الفئة. نعم، إذن أستاذ دكتور توفيق ينضم معنا عبر الهاتف، ابقى معنا. وسينضم معنا عبر الهاتف الدكتور علي العباب مدير عام مكتب التربية بمحافظة مأرب من مأرب. مساء الخير دكتور علي. مساكم بالنور والخير. أهلا بك معنا. بداية دكتور، أنتم في مأرب هل وصلتكم تلك المناهج التي تم تحريف بعضها كما شاهدنا من قبل جماعة الحوثي وتمويل اليونيسف؟ اولا تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام، وطبعا المناهج وصلتنا من مطابع صنعاء. نعم. وفيها تحريف للمناهج للصف الاولى من الصف الاول الابتدائي الى الصف الخامس الابتدائي، بتحريفات تمس العقيده الاسلاميه وايضا تمس المبادئ الوطنيه. نعم. كيف تعاملتم معها دكتور علي؟ طبعا تم التواصل مع الاخ محافظ المحافظه والاخ وزير التربيه والتعليم برسائل رسميه تبين الاختلالات التي وصلت في هذا المنهج وما تضمن من تحريفات تمس العقيده الاسلاميه وتمس المبادئ الوطنيه، وتم حجز هذه المناهج في مخازن مكتب التربيه والتعليم. اضافه الى ذلك تم حجز قاطره محمله بالكتب متجهه الى محافظه حضرموت من قبل الأمن بمحافظة مأرب، وتم إرسالها إلى مكتب التربية والتعليم. وطبعا تم تشكيل لجنة من إدارة التوجيه وفريق التوجيه لفحص تلك المناهج، وتبين لنا فيها كثير من الاختلالات التي تمس العقيدة كما ذكرنا. فهناك تحريفات في أركان الصلاة، تحريفات في التشهد الأوسط، تحريفات في إلغاء أسماء الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وأبو بكر واستبدالها بمسميات أخرى. إضافة إلى ذلك ما يمس المبادئ الوطنية كإلغاء النشيد الوطني، كإلغاء صورة الحرم المكي، كل ذلك يمس بعقيدتنا وتركيزهم على مناهج الصفوف الأولى لما للتعليم في الصغر من أثر في توجه أبنائنا الطلاب نحو المنهج الطائفي الذي يسعون إلى نشره في الجمهورية اليمنية وبث الفكر الطائفي بين المجتمع بشكل عام. نعم، إذن يعني هل نستطيع القول بأن ما يتعلق بالمناطق المحررة المناهج فيها وطلابنا في مأمن من هذه المناهج التي تم تحريفها وتزويرها؟ طبعا لله الحمد المناطق المحررة هي في مأمن من ذلك، كون أن هناك كانت اتفاقية بين المطابع الثلاث في صنعاء وعدن وحضرموت حتى تكون مجموعة محافظات تتبع مطبعة صنعاء، منها محافظة مأرب ومحافظة الجوف.
وبقية المحافظات تتبع مطابع حضرموت ومطابع عدن. مأرب هي الوحيدة التي كانت تتبع صنعاء، ولله الحمد تم احتجاز تلك الكتب من خلال تشكيل الفرق لمتابعتها واكتشافها، وتم احتجاز كل الكتب المتجهة إلى حضرموت والمتجهة إلى مأرب في مخازن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب. وجهت رسائل للأخ المحافظ والأخ وزير التربية والتعليم للإدلاء برأيهم حول هذه الكتب، هل تحرق أم تخزن، ومنتظرين التوجيهات. ولم يوزع منها كتاب واحد، رغم أن هناك محاولات عدة من الإنقلابيين لتهريبها عبر ناقلات خاصة، عبر نقاط أو عبر تهريبات معينة لتصل إلى محافظة مأرب، وتم إلقاء القبض عليها أيضا وإدراجها في مخازن التربية والتعليم. مناهجنا سليمة إلى حد الآن ولله الحمد، لم تخترق مدارسنا، ونحن حريصين كل حرص على أن تبقى مناهجنا مناهج وطنية تؤكد اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني على عقيدة إسلامية، بعيدا عن التعصب المذهبي الطائفي الذي يشتت أبناء الشعب اليمني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العباب، مدير عام مكتب التربية بمحافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. ويعود إلينا الدكتور توفيق الجبري هذه المرة عبر سكايب، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ توفيق. دكتور توفيق عفوا. نعم، يعني تم اكتشاف المناهج التي وصلت إلى مأرب، والتي يعني حدثنا ربما بما هو أكثر مما ضرنا، يعني وعرض في التقرير هناك تحريف لأركان الصلاة، تشهد، أسماء الصحابة، يعني حتى على مستوى المبادئ الوطنية تم إلغاء النشيد الوطني، تم إلغاء صورة الحرم المكي. إلى ماذا يسعون بالضبط دكتور توفيق؟ أنا من وجهة نظري أنهم يسعون إلى طمس الهوية اليمنية وأيضا الهوية الدينية للشعب اليمني، والشعب اليمني معروف بأصالته ومعروف يستطيع أن يتكيف مع كل المجتمعات ويقبل الآخر، يستطيع أيضا أن يعيش بسلام وبأمن، يبحث عن السلام والأمن دون أي تعصب، دون أي اللجوء إلى العنف. هؤلاء أو هذه الميليشيات لم تكتفي يعني بتغيير المناهج فقط، بل سعت إلى تدمير وتفجير المدارس. هناك بعض الإحصائيات تقول أن أكثر من 1700 مدرسة تم تدميرها من قبل من؟ من قبل الحوثيين، وتحويل المدارس إلى معسكرات للتدريب لأبناء اليمن من أجل ترحيلهم إلى جبهات القتال، وأيضا جعل المدارس مخازن للسلاح وسكنات عسكرية. هم يريدون أو ما يريدون الوصول إليه تجهيل الناس، تجهيل عوام الناس، لا يتعلمون إلا فئة معينة وأسرة معينة، أما بقية أفراد الشعب فليس لهم الحق أن يتعلموا، ولا بد أن يكون أن يمارسوا عليهم كل أنواع التجريف الوظيفي وكل شيء. ألا ترون مثلا أن بعض أفراد المؤتمر الشعبي العام ممن أيدوا الحوثيين اليوم يتم استبدالهم، لا يتم إقصاؤهم فقط، إقصاؤهم من العمل أو من الوظيفة، نعم، وإنما تم إقصاؤهم نهائيا من التوظيف واستبدال بدلهم بشخصيات نافذة تتبع الجماعة. اليوم المسألة مسألة خطيرة جدا، ليس فقط تجريف المناهج وتغيير المناهج، بل تغيير الهوية الوطنية، تغيير موظفين الدولة، تغيير المراكز الحساسة في الدولة، حتى مكتب وعدارات وأراضي الدولة اليوم يتم سحب البساط منها وتوزيعها للأسرة أو للجماعة المعنية بذلك. إلغاء كل ملكيات الدولة واستبدال الملكيات لأسر معينة. هناك استهداف لليمن، استهداف للهوية، استهداف للثوابت الوطنية. هناك يعني أشياء لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بها بحلقة واحدة، بل لا بد أن نبين لأبناء الشعب الخطر الذي يلحقنا من قبل هذه الجماعات. ماذا يظن الناس أو ماذا يظن اليمنيين حينما ينزلون صورة حسين الحوثي في المناهج الدراسية على أساس تلميع لشخصية الهالك حسين الحوثي، وتلميع للأسرة القذرة، الأسرة التي ما سلمنا منها، قتلتنا، شردتنا، أنهكتنا حروب، سرقت ممتلكاتنا، سرقت البنك المركزي، الآن تقضي على ما تبقى من الدولة. فلا بد أن يتنبه اليمنيين، ولا بد أن ننسي خلافاتنا فيما بيننا،
فنحن نختلف بوجهات النظر، لا بد علينا أن نكون كتلة واحدة ضد الإنقلاب الذي يقوده عصابات الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح. نعم، إذن اسمح لنا دكتور توفيق أن نذهب لهذا الفاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور توفيق. دكتور توفيق، يعني نحن نتحدث عن جماعة كما تفضلت 1700 مدرسة تم تدميرها، جماعة تزج بهؤلاء الأطفال والشباب إلى الجيش يعني في سن غير قانونية بتاتا، وأيضا تستهدف هذه الأجيال في طفولتها المبكرة بمناهج محورة ومزيفة. يعني هناك تركيز على المشروع الإمامي بشكل عام، وكما تفضلت هناك يعني ربما هدف قديم منذ 62، ولكن أيضا هناك يعني هدف مستقبلي لهم. أكيد الهدف المستقبلي هو تهيئة الأرضية، نعم، للسلالة أو للجماعة، تهيئة الأفكار بحيث يستطيع الحوثيين يفرضون أجندتهم والأرضية الفكرية جاهزة لاستقبال الآراء والأفكار التي يطرحونها. وهناك مسار، من خلال ما لاحظنا أن هناك مسار آخر يستهدف الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، من خلال فرض مناهج مصاحبة وقصص تسعى لدرس مفاهيم التشيع. هناك استهداف للعديد، عديدتنا، استهداف لهويتنا الوطنية. في المقابل أيضا هناك تسمين وتجريف للعقل اليمني من خلال تغيير المناهج، استهداف للقيم والعادات والتقاليد الحميدة التي ورثها اليمنيون، مثل الكرم والشجاعة والنجدة والتعاون وحب الخير للآخرين. هناك تغيير للمناهج، للمناهج التعليمية. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحصروا اليمن ويجعلوها ملكية خاصة لأسرة معينة. ولذلك ألا تلاحظين خطاب الحوثي في جمعة رجب أراد أن يقنع اليمنيين أن اليمنيين لن يدخلوا الإسلام إلا بواسطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا محض افتراء تماما. ومعروف في كتب التاريخ أن الإمام علي لم يصل إلى صنعاء إطلاقا، وإنما وصل إلى مناطق قريبة من اليمن، منطقة نجران، وكان واليا على قبيلة يام لجمع الزكاة وإرسالها أو لتوزيعها على الفقراء. فهم يريدون أن يربطوا اليمنيين بشخصيات معينة، أنه لا يمكن أن تتلقى إسلامك إلا من آل البيت، ولا يمكن أن يكون إيمانك ناضجا إلا إذا رضي عليك من ينتسبون إلى آل البيت. فنحن نعاني من مشكلة حويصة، وهم يعملون للمستقبل. ولذلك منذ أن قامت ثورة 62 لم ييأسوا، كونوا منظمة حكماء آل البيت وحشدوا آل البيت إليها وأختلطوا في كل مفاصل الدولة، وبدأوا يحصرون أهم مفاصل الدولة لهذه الطائفة ولهذه السلالة، مثل المعهد العالي للقضاء، مثل الخارجية. ولذلك اليوم ما نعاني، والتي يجب أن يتنبه لها الحكومة الشرعية، أن أغلب السفارات في الدول الأوروبية وغيرها من هم فيها هم ينتمون لأسرة معينة، يحاربون الشرعية بواسطة الشرعية، يحاربون الشرعية ويحاولون تشويه صورتها، ويجملون صورة جماعة الحوثي القبيحة أمام الرأي العالمي. ولذلك لا نريد من الشرعية أن تدور النفايات السابقة التي استطاعوا أن يدخلوها في كل مفاصل الدولة، وخاصة في من يمثل اليمن، نعم، في الخارج. إذن فلا بد من إعادة صياغة الكثير من الأمور لدى الشرعية. ألا تلاحظ الشرعية ما يصنعها الحوثيون من تغيير للموظفين، من استبدال في كثير من مفاصل الدولة، من ترديات عسكرية من أناس لا تمد للعسكرية بصلة
ومع ذلك تراهم الآن رتبة لواء، قال لك رتبة عزيز وإلى غيره، بسبب إيش؟ يريدون التوظيف للمستقبل، غسل أدمغة اليمنيين، تهيئة الأرضية أو العقلية الفكرية لليمنيين لقبول مبدأ الحكم الإلهي الممثل بآل البيت أو الممثل بالبطنين. نعم، يعني لو لاحظنا الدكتور يعني بحديثك هذا، كيف أن يعني من خلال الصور التي ظهرت في التقرير التي تظهر تباعا، هناك يعني مثلا رسم صورة معينة من هذه المغالطات التي أنت تتحدث عنها، أيضا رسم صورة شبيهة بصورة حسين الحوثي، ذكر أنصار الله في أكثر من موضع، يعني هناك نقاط معينة ربما ليست مباشرة، يعني ربما هذا من الذكاء أنه لا توجد مباشرة حتى لا يصطدم مباشرة مع المجتمع، هل تتفق مع ذلك؟ نعم نعم، كلامك صحيح وعين العقل، هم لا يسبقون الأحداث ولا يقفزون القفزة الكبيرة، لكنهم يتدرجون، بدأوا بتغيير المناهج من خلال الصفوف الأولى، الأول الابتدائي، الثاني، الثالث، الرابع، إنزال بعض الأشياء التي يمكن أن يتقبلها البعض من اليمنيين، مثل إنزال صورة حسين الحوثي في المناهج الدراسية من خلال إنزال الصرخة وكلمة أنصار الله وغيرها. أيضا هناك استهداف من خلال المعلمين، الضغط على المعلمين أن يدرسوا بعض الأشياء، مثل حذف الصحابة اليمنيين الذي كان لهم الدور الكبير في نشر الثقافة الإسلامية وفي نشر الحضارة الإسلامية. أيضا هناك استهداف حتى ليس الخطر على اليمنيين فقط، لكن الخطر أيضا يمتد إلى دول الجوار وإلى كل الأمة الإسلامية، بحذف بعض الصور ويعني تدريس ملازم حسين الحوثي. نعم. في المنتديات، في وزارة الشباب، في وزارة التربية، إقامة الدورات التدريبية لبعض المعلمين ولبعض الطلبة من أجل غرس مفاهيم معينة، فهم يتدرجون، لا يتدرجون على نقطة نقطة، يبدأون مثل ما بدأوا بتغيير المناهج البسيطة، بإلغاء النشيد الوطني، بعدها سيستبدل العلم الجمهوري بعلم الحوثيين، وهكذا بالتدريج. إذن نستمع إلى رأي الكاتب فهد السلطان من الرياض معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فهد. مساء الخير والعافية. أهلا بك معنا أستاذ. اهلا بك معنا استاذ فهد، برايك يعني ما هي الاهداف السياسيه والمغزى السياسي الذي يريده الحوثيين من هذا التغيير في المناهج خاصه للصفوف الاولى؟ نعم، جماعه الحوثيين هم واضحين منذ البدايه الاشكاليه في ان الطرف الاخر ليس جادا في التعامل مع جماعه الحوثيين. نعم. جماعه الحوثيين كانت صريحه منذ حروب صعد السته وفيما بعد وحتى دمشق ثم عمران ثم إسقاط العاصمة صنعاء، هم جادين ويسيرون وفق خطط مرسومة لهم، يمارسون أجندتهم بكل وضوح. الإشكالية تبقى في الطرف الآخر المقابل لهم أو في عدد من المثقفين وعدد من يعني الذين مارسوا عملية تزوير كبيرة بحق المجتمع، والذين قدموا هذه الجماعة على أنها عملية، على أنها من القوى الجديدة التي يعني ضد القوى التقليديه الى اخر هذه الاشكاليات. حتى الان لا يوجد اي موقف حقيقي صريح من قبل الحكومه اليمنيه تجاه هذه الاخطار. جماعه الحوثيين هي مثلها مثل السلفيين، مثلها مثل ما يعني من يعني بقيه الجماعات الموجوده داخل الساحه الوطنيه كانت. نعم. كثير ربما الموقف استاذ فهد يعني حتى يعني تكون في الصوره، هناك موقف قامت به الحكومه بعد تشكيل لجنه ويعني تحديد النقاط التي تم تحريفها وتزويرها في المناهج، تم إرفاقها وإرسالها واحتجاجا على ما قامت به منظمة اليونسف لطبع هذه الكتب، واستدعت أيضا منظمة اليونسف وحاججتهم بأنها رفضت طباعة هذه الكتب في المناطق المحررة في حين طبعت 1000 طن من الورق للطرف الآخر.
أعرف أعرف وأنا أعرف جميع الخطوات التي قامت بها الحكومة، ولكنها لا أستطيع حتى أن أقول أنها خجولة. استطاعت الحكومة أن تقدم أن 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 تقدم يعني إخطارا واضحا لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف للطفولة التي قامت بطباعة هذه الكتب. كان يمكن أن تقوم بخطوات جادة بهذا الموقف. حتى الآن هنالك موقع داخل الشرعية أو داخل مكتب الرئاسة متعلق بالتربية وهو الذي يوجه التعليم، لم تحسم هذه الدائرة حتى هذه اللحظة. لا يوجد هنالك اهتمام بالتعليم بصورة كبيرة حتى الآن في مقبل الشرعية. كما قلت لك جماعة الحوثيين اليوم تمارس عملية تضليل، يمارسون عملية نشر للمذهب، نشر الطائفة. الحديث أن جماعة الحوثيين تستهدف الصفوف الأولى هو صحيح، لأنها تريد للشخص أن يتعلم القراءة والكتابة وأن يبقى هذه المسائل فقط، فيما التعليم الثانوي والجامعي سيتم تدميره تدريجيا، وهذا الذي يعملون عليه حتى الآن. موقف الحكومة حتى الآن لا يوازي الخطوة التي يقوم بها الحوثيون حتى الآن. نعم، إذا أستاذ فهد، هل يمكن القول بأن اليمن ستعيش نمط المعلامة ولكن بشكل جديد؟ أنا أقول بشكل واضح أن المجتمع الدولي، أن الأمم المتحدة، أن هنالك عدد من الدول، أن هنالك مخابرات من عدد الدول الإقليمية والدولية تريد اليمن أن تبقى في حرب، أن تبقى في حروب مستمرة لفترات أطول. هؤلاء يعرفون التاريخ، يعرفون أن هذه الدولة إذا استعادت قرارها أن مخرجات الحوار الوطني ستعيد يعني ستعيد صياغة لمشروع العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ستكون أكثر قوة وقدرة في حماية مصالحها بشكل كبير، ستتضرر كل المصالح غير المشروعة للدول الإقليمية والدول الكبيرة في اليمن إذا تم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ولذلك هم الآن يحاولون أن يكون هنالك عائق عبر هذه الميليشيات، عبر هذه الجماعات، عبر هذه الطائفيات أن تنتشر في اليمن، كما حصل في العراق وكما يحصل في سوريا وكما يحصل في ليبيا، وكما هنالك يحظر لعدد من الدول الإقليمية والدول في الوطن العربي. ما لم يكن هنالك حتى الآن، لا زالت الحكومة في موقف ضعيف من هذا الملف وباقي الملفات. يعني موقف الحكومة حتى الآن كما أتحدث أكثر من مرة أنها موقف لا أقول رد فعل، ولكنه موقف رسيب في أبدي في حدوده الدنيا، وليس بحتم الأزمة التي تواجهها اليمنية، أزمة هوية وأزمة سياسة وأزمة اقتصاد. نعم، يعني بهذا التدمير أستاذ فهد، يعني أعود للنقطة نفسها، هل يعني نظام التعليم الذي كان يمارس في فترة الإمامة الماضية هل يمكن أن نشاهده بصورة ربما أكثر حداثية ولكنه نفس الفكرة؟ أعتقد اليوم الذي يمارسه جماعة الحوثيين، لا أنا لا أبالغ في هذا الكلام، أنها تمارس أسوأ مما كان يمارس في عهد الإمامة. في عهد الإمامة كان هنالك تجهيل وكان هنالك التعليم لا زال يعني لم يكن موجودا، لكن اليوم يتم إعادته إلى الوراء. هنالك الإشكالية اليوم في عملية نسق وتوزيع مناهج طائفية تعزز من الانقسام الداخلي، تفكك من المجتمع داخل تركيبة المجتمع، يحصل انقسام داخل تركيبة المجتمع. هنا الخطورة أنها ستبقي الحرب لفترة. الحوثيون ينبغي أن نستوعب هذه المسألة، أن الحوثيون بلا حرب مشروع لا قيمة له في الواقع اليمني. يريدون لهذه الحرب أن تستمر من أجل أن تبقى مصالحهم مرتبطة. مشروع الحوثيين هو مشروع حرب ومشروع خراب، هو مشروع ولد من أجل الحرب، وإذا انتهت الحرب انتهى هذا المشروع وسيتم طيه في أسرع وقت ممكن. اليوم هنالك أعمال داخل العاصمة صنعاء ربما لا تنتبه لها وسائل الإعلام، متعلقة بحفر أنفاق داخل العاصمة صنعاء في تكرار لتجربة حزب الله. يتم نسخ تلك التجربة على مستوى الطائفية، على مستوى الطوائف، يعني النشر الطائفية داخل المدارس، داخل على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، حتى على مستوى يعني حفر أنفاق داخل العاصمة، وهي القضية التي تنتبه لها الإعلام حتى هذه اللحظة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب فهد سلطان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة لك دكتور توفيق. دكتور توفيق، تحدثنا يعني عن الذكاء ربما في مسألة تحريف المناهج بصورة طفيفة، لكن أتساءل أين دور المجتمع، مجلس الآباء مثلا، أولياء الأمور الذين يعني تصل المناهج إلى أيديهم ويجدون مثل هذه التحريفات، يعني ما الذي يمكن أن يقوموا به وأين دورهم في هذه النقطة؟
نقطة، يعني على سبيل المثال أتذكر إحدى الأخوات يعني في صفحتها على الفيسبوك تحدثت أنني سأمنع أولادي من الذهاب إلى المدرسة عوضا عن يدرسوا هذه المناهج، ما رأيك؟ في الحقيقة لو يعني نظرنا إلى الواقع ببصيرة سنجد مثلا أن أغلب المدارس لا يتم فيها التدريس، والسبب في ذلك أن أغلب المعلمين بدأوا يبحثون عن أعمال لهم من أجل أن يسدوا رمقهم وأن يطعموا أطفالهم، فتركوا أغلب المدارس وأصبحت المدارس إلا لفئة معينة تحاول تعبئة الجيل، تعبئة عنصرية طائفية سلالية. والواجب هنا هو واجب متكامل ليس على الآباء فقط، الواجب أولا هو الدولة أن يكون موقفها موقف قوي من خلال الاتصال بالإعلام الداخلي والخارجي، من خلال تصنيف أن هذه الجماعة جماعة إرهابية ولا يصح التعاطي معها كونها جماعة تحمل السلاح وتقتل اليمنيين. أيضا لابد أن تسطر أو أن يعني أن يكون للدولة دور في جمع الكثير من حملة القانون من أجل تجنين قوانين بتجريم الهاشمية السياسية. بعدها يكون الدور سيكون على الآباء، أنا لا أمانع مثلا أن يكون ابني في البيت إذا كنت في المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثيين، لا أمانع أن أجعل من أبنائي في البيت يجلسون، يعني لأني سيذهبون إلى هذه المدارس وسيتم تعبئتهم تعبئة خاطئة، وسيتم محاولة يعني استبدال الأفكار التي تربوا عليها بأفكار طائفية جديدة. فلا بد على الآباء حينما أجل الجليل ما يقومون به حينما يعود الأطفال من المدارس أن يجلسوا، أن يجلس الأب، أن تجلس الأم، أن يجلسوا مع أبنائهم وينظروا ماذا تلقوا في المدرسة وما هي المفاهيم الخاطئة التي لقنوهم، وتصحح هذه المفاهيم وتستبدل بمفاهيم وطنية. هناك واجب أيضا على الإعلام التحذير المباشر لأبناء اليمن وأن الحوثيين يقومون بتطبيق ثقافة دخيلة على المجتمع اليمني، ودليل ثقافتهم أنهم ليس لديهم قيم وليس لديهم أخلاق وليس لديهم أي أخلاقيات من أخلاقيات الإنسان، هو أنهم ابتعثوا الطلاب من غير يعني الطلاب من سلالتهم ومن جماعتهم للدراسة في الخارج، بينما أبناء القبائل لا يجدون ما يأكلون. الاستهداف المباشر للمعلمين حتى يكون الجو خالي لهذه الجماعات، فيأتون بأناس مشرفين تلقوا بعض الدروس وتعلموا القراءة والكتابة في معسكرات صعدة الإرهابية على يد الإرهابي والهالك حسين الحوثي وميليشياته، وبدأوا يدخلون المدارس وينفثون سمومهم ويفخخون عقول أبنائنا من أجل أن يكون هناك جيلا لا يعرف معنى القيم، لا يعرف معنى الأخلاق، لا يعرف معنى الولاء الوطني. يعني لابد أن يكون العمل والمجهود متكامل ما بين أفراد المجتمع، ما بين مجلس الآباء، ما بين منظمات المجتمع المدني، ما بين الدور الإعلامي الذي يجب أن يكون له الدور الأبرز، ما بين دور الدولة القوي الذي يستطيع أن يقول للخارج أن هذه جماعة إرهابية ولا بد من تصنيفها، ولا بد لو أن منظمة اليونيسف يعني تعلم أن هذه الجماعة قد أصدر في حقها أنها منظمة إرهابية ما كان يمكن لها أن تدعم بطباعة الكتاب المدرسي الخاص بهذه الميليشيات. ولكن هناك تساهل في الحقيقة لدى الدولة، ويجب أن تحذر المسؤولين في التربية والتعليم أن يتعاطوا مع هؤلاء المجرمين من خلال يعني الأوامر التي يتلقونها. لابد أن تحاول إقناعهم إما أن يتركوا أعمالهم ويتجهوا إلى المناطق المحررة وهكذا. الواجب واجب تكاملي ما بين الدولة وما بين أفراد المجتمع اليمني. إذن شكرا جزيلا لك الدكتور توفيق الجبري الباحث التربوي، كنت معنا عبر سكايب من الخرطوم. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء إيماني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.